نرحب بضيفنا من عمان عبر خدمة سكايب المحلل السياسي حازم عياد، يعطيك ألف عافية. بداية، ما هي الاحتمالات العسكرية المتوقعة لرد إسرائيل على إيران؟ يعني إسرائيل وضعت سقوفا مرتفعة لهذا الرد، قالت بأن الرد سيكون كبيرا وانتقاميا وقاسيا على الجانب الإيراني. لذلك إسرائيل منذ يوم أمس وهي يعني تطلق الكثير من التصريحات التي تمهد الأرضية لعملية عسكرية واسعة، وتحاول أن تفرضها على الجانب الأمريكي وأن يتعامل معها باعتبارها أمرا واقعا. المتوقع أن تكون عملية كبيرة، هكذا يتحدث الإعلام الإسرائيلي، وهكذا تعد إيران نفسها أيضا على الجانب الآخر. إيران أعلنت بوضوح لأنها سترد وبقوة بغض النظر عن طبيعة هذه العملية. لذلك نحن ذاهبون إلى تصعيد، ولا أعتقد أن إسرائيل ستذهب إلى ضربة يعني محدودة في الساعات أو الأيام القليلة القادمة، وإلا فإن كل هذه الإعلانات والتهديدات ستنقلب يعني لغير صالحها. كل المؤشرات تشير إلى أن إسرائيل ستذهب بعيدا في هذه الضربة، وأننا أمام جولة تصعيد كبيرة ومقلقة. سيد حازم، يعني نتحدث عن أهداف عسكرية أم بنية تحتية أم اغتيالات؟ حتى اللحظة يعني طبعا ذكر علي خامنئي من ضمن الأهداف المتوقعة، محطات الطاقة وكذلك المفاعلات النووية. حتى اللحظة يعني يبدو أن إسرائيل متكتمة على هذه الأهداف ولم تقدم أي مؤشرات على طبيعة الأهداف، لكن في الحد الأدنى ستكون محطات الطاقة يبدو أنها مستهدفة. إيران قامت ب يعني تفريغ بعض المناطق الحساسة التي تحوي على منشآت نفطية، هي تتوقع يبدو أن الضربة ستكون بشكل مباشر للمنشآت النفطية، وأن احتمالية توجيه ضربة للمفاعلات النووية تبدو أقل لكنها موجودة. لا يمكن التنبؤ بالجنون الإسرائيلي، لكن الإمكانات المتوفرة لإسرائيل تبقى محدودة في حال لم تشارك الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعني أن إسرائيل ستكتفي بمهاجمة المنشآت النفطية. لكن في حال مشاركة القوات الأمريكية عبر الغواصات النووية أو عبر أي أدوات أو وسائل أخرى، فيتوقع أن تكون الضربة شاملة ومفاجئة، خصوصا إذا كان يتوقع الطرفان الأمريكي والإسرائيلي بأنهم قادرين على مباغتة طهران وعلى سحب يعني مشروعها النووي. إذن تبقى هذه الاحتمالات مفتوحة، ولكن نسب يعني لا نستطيع أن نعطي نسب دقيقة، لكنها متقاربة جدا. يعني قد كنا نقول سيد حازم يعني منذ البداية بأن هناك هدف إسرائيلي لسحب سلاح المقاومة بشكل عام من المنطقة وإضعاف الجبهة المقاومة وكل من يدعمها. إذن هل من المتوقع أن تستغل إسرائيل هذا التوقيت بالذات لتحقيق هذا الهدف، أم أنها ستكتفي بالردع؟ أنا إذا توفر فرصة مناسبة لإسرائيل فهي هذه الفرصة. هذه أفضل فرصة مناسبة لها لتوجيه ضربة للمفاعلات النووية الإيرانية، لتوجيه ضربة شاملة وواسعة. ولكن السؤال الأساسي، هل تملك إسرائيل الموارد الكافية التي تسمح لها بفعل ذلك؟ هل الاستعدادات الإيرانية تعيق إسرائيل عن تحقيق ذلك؟ إذا تمت الإشارة أكثر من مرة إلى أن روسيا فعلت منظومة S-400 وزودت إيران خلال يعني بعد اغتيال حسن يعني اسماعيل هنيه، زودت ايران بدفاعات جويه قويه، ويبدو ان روسيا ساهمت في تفعيل هذه الدفاعات. هل تستطيع اسرائيل فعلا تحقيق ضربه موجعه وساحقه تستطيع فيما ما بعدها ان تواصل مشروعها الى نهايه الطريق، ام ان هذه الضربه سترتد على اسرائيل بمزيد من الاضرار يعني الهزيمة والاستنزاف الذي سيكون استنزافا عميقا يبلغ إلى منطقة المركز في حيفا ويافا؟ هذه الأسئلة هي التي تحدد إن كانت إسرائيل ستذهب بعيدا أم لن تذهب. لكن من ناحية التوقيت، نعم التوقيت مناسب، لا يوجد توقيت مثالي أكثر من ذلك فيما يتعلق بالإدارة الأمريكية وبالدولة العميقة الأمريكية. لكن من حيث الموارد، هل أمريكا ستزود إسرائيل بكامل طاقة الهجوم وستساهم فيه؟ هل الدول العربية كما يتحدث الناطق العسكري أو بعض التسريبات بأن هناك شركاء
في المنطقة سيشاركون في الهجوم، فعلا سيشاركون في الهجوم ليكون مباغتا وشاملا وواسعا، ممكن أن يحدث ذلك، هذا هنا هذا يبقى احتمال، لكن ما يمنعه هو إذا كانت أمريكا لديها حسابات أخرى أو لديها رؤية تمتد إلى ما هو أبعد من إيران نحو إمكانية حدوث صدامات أوسع أو أن يتحول هذا إلى مستنقع كبير يصعب التحكم به. فإذا تماسك الإيرانيون بعد هذه الضربة أيضا هذا سؤال، هل سيغلقون المنطقة بأكملها بالفوضى عبر قصف كل المنشآت النفطية ويعني يعني لا ننسى أن الضربة لإيران لم تمنع الحوثيين، لم تمنع العراقيين من توجيه ضربات في كامل الإقليم. نعم، وهل هذا سيكون أن هناك ضوابط تعيق أن توجه إسرائيل ضربة شاملة وواسعة؟ نعم. ولكن هل إسرائيل مصرة يبدو على التصعيد، وهذا التصعيد سيتولد عنه رد فعل إيراني كبير وليس سهلا. نعم، رد الفعل الإيراني سيكون بالضرورة مرتبطا بالرد الإسرائيلي بمدى شموليته قوته والاستهدافات، ما إن كان بحسب كل الدعاية الإسرائيلية التي يعني تسوق لها حتى هذه اللحظة بالكبر الذي تتحدث عنه الإسرائيليين، هل من المتوقع الآن أن يتم تفعيل وحدة الساحات بشكل مختلف بمناسبة يعني بأننا الآن نواجه مرحلة مختلفة وجديدة تحديدا بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني؟ كما ذكرت لك، إذا كانت الضربة كبيرة وشاملة لإيران فستفعل كل الساحات بشكل غير مسبوق، ويعني سيشتعل الإقليم بأكمله، وقد نشهد يعني حضور لاعبين جدد إلى الإقليم لأن المنطقة ستصبح يعني واعي يعني تسمح بهذا التدخلات الواسعة. لكن إذا تم ضبط الضربة الإسرائيلية على وقع كما يتحدث بايدن ضرب المنشآت النفطية وأنه تمكن من منع إسرائيل يعني أو ألمح لأنه لن يسمح لإسرائيل بضرب المفاعلات النووية أو ضربة واسعة، فذلك يعني أن إيران سترد بالمثل وستوجه ضربة إلى المنشآت ومحطات الطاقة الإسرائيلية وستعطل الحياة في الاحتلال الإسرائيلي. المشكلة أن إيران بالنسبة لإيران إذا وجهت إسرائيل ضربة لإيران، إيران قادرة على استيعابها بسبب حجم ومساحة إيران والموارد التي تملكها إيران. أما إسرائيل هي عبارة عن ماذا؟ إسرائيل عبارة عن لواء حيفا ولواء يافا. إذا تم تعطيل الحياة أو ضرب المنشآت الحيوية في إسرائيل، موانئ، محطات طاقة، هناك ثلاث محطات طاقة فقط في الكيان الإسرائيلي، يعني ستكون كارثة بالنسبة لإسرائيل. يعني ليست يعني الضربة لن تكون سهلة بالنسبة لإسرائيل. إذا أرادت أن تضرب فعليك أن تكون ضربة إسرائيل ساحقة، يعني إذا أرادت إسرائيل أن ترتاح إلى الأزل عليها أن تستخدم السلاح النووي في حال لم تشارك أمريكا في الهجوم. أما إذا لم يكن هذا هو الخيار فإن بالتأكيد أن إسرائيل ستتضرر وتملك إيران فعلا إلحاق ضرر كبير في الجانب الإسرائيلي إذا نظرنا إلى مقياس المساحة وطبيعة الأهداف وسهولة توجيه ضربة لها، وقد ثبت ذلك خلال الضربة الأخيرة التي وجهتها إيران عبر صواريخ الفرد صوتية. اثنين، هل إسرائيل ستوجه ضربة للقدرات العسكرية الإيرانية التي يعني تشمل صواريخ الفرد الصوتية؟ هل تملك القدرة على توجيه هذه الضربة يعني تسمى الضربة الاستباقية للرادعة التي ستمنع إيران من توجيه ضربة ردعية كبيرة وواسعة؟ هذه أسئلة أنا أقول لك أن إسرائيل لا تملك الموارد لفعل ذلك، كل ما تستطيع أن تفعله هو توجيه ضربة موجعة للمنشآت النفطية وأن تظهر بمظهر المنتصر أو أن تقوم بعملية اغتيال خطيرة للخامنئي وكذلك سترتب عليه ضربة إيرانية. في كل الأحوال الاشتباك مع إيران ليس أمرا يعني بدون تبعات، الإيران قادر على تعطيل الحياة وتوجيه ضربة في العمق الإسرائيلي مؤذية لأن إسرائيل مساحتها ومناطقها الحيوية مكشوفة ومعروفة وليست مساحة واسعة تستطيع إسرائيل أن تناور فيها مثل الدول الكبرى أو العظمى. نعم سيد حازم، يعني أنقل لك ما يتم تداوله هنا وهناك حول العشر أشهر الماضية في قياس مدى فعالية وحدة الساحات وأيضا قوى المقاومة في كل من البلدان المحيطة لفلسطين، سواء نتحدث يعني عن اليمن، العراق، سوريا،
ولبنان. وهناك من يقول بأن استراتيجية العقل البارد التي يعني تقوم بها إيران كانت مسيطرة، حتى يعني اعتبرها البعض بأنها خطأ استراتيجي أدى إلى إضعاف هذه الوحدة. من وجهة نظرك، هل المقاومة تستخدم كل قوتها أم أنها ما زالت تنتظر اللحظة المناسبة لإظهار هذه القوة؟ وما سبب البطء حتى هذه اللحظة يعني ضرب إسرائيل بشكل موجع؟ السبب بسيط، أن الطرف الآخر ينظر بمعايير مختلفة، معايير الحرب الغير متناظرة. وعندما نتحدث عن إيران نتحدث عن معيار أوسع، عن البعد الجغرافي والحرب الإقليمية. بدك تجمع بين المسألتين، الحرب الغير متناظرة والحرب الإقليمية. المسألة الثانية يعني هذا كيف ستحققه؟ هذه معادلة صعبة، حتى يعني الأكبر مخططين الاستراتيجيين عليها أن نتعامل مع هذه الحقائق. هناك حرب غير متناظرة وهناك إمكانية توسع لحرب إقليمية. المسألة الثانية، أنا معايير القوة بين العراق، بين المقاومة العراقية واليمنية والفلسطينية واللبنانية وإيران، وبين القوى الغربية، لا يوجد مقياس، يعني لا يوجد توازن أصلا في هذه المعادلة. يعني أمريكا وفرنسا وبريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بما كل ما تملكه من أصول في المنطقة وتحالفات يجعل من الميزان عمليا يميل لصالح الجانب الأمريكي والإسرائيلي. ما الذي منع أمريكا وإسرائيل من استخدام كامل قوتها؟ وهي الطريقة التي تدير فيها إيران ومحور المقاومة هذه المعركة، بحيث أنه لا يريد أن يدخل في مواجهة مباشرة مع كل هذا التحالف وكل هذا الحلف، يريد أن يبقى ضمن مستوى يمنع من توسع القتال واشتراك أمريكا بكامل ثقلها في هذه المعركة. لذلك هو يناور على هذا الهامش البسيط المتوفر له، وهو الذي يعني يتولد عنه هذه الكلف. هذه الكلف إذا قسناها قياسا بتوجيه ضربة شاملة وواسعة وبكل الطاقة الأمريكية بما فيها التحالفات التي تملكها في المنطقة، يعتبر كلفة بسيطة ومتواضعة قياسا للخسائر الكبيرة الناجمة عن الكلاش المباشر أو الصدام المباشر. هذه يعني طريقة التفكير الإيرانية والتي تدفع المحور إلى اللجوء إلى أسلوب الاستنزاف والمناوشة بين الحين والآخر والتصعيد بين الحين في مراحل أخرى. لكن الصدام، لا شك أن الصدام المباشر مع أمريكا مكلف جدا، له مخاطره. طبعا إيران لها خيارات، لها خيار أن تذهب للإعلان عن نفسها في حال أنها وجه لها ضربة شاملة، أن تعلن عن نفسها كقوة نووية وتستطيع أن تفعل ذلك، ولكن هذا الخيار سيعني مزيد من الاعتماد على الصين وعلى روسيا، وأن استراتيجيتها ستصبح غير مستقلة وأجندتها ستصبح خاضعة للدعم الذي ستقدمه روسيا والصين، وستفقد جزء كبير من استقلالها وسيادتها لصالح هاتان القوتان. هذا ما حدث مع كوريا الشمالية. إيران لا تريد أن ينتهي بها الحال بما انتهى به الحال إلى كوريا الشمالية كدولة تعتبر قفاز في يد روسيا أو الصين. إيران لديها مشروع سياسي ولديها أصول تريد أن تحافظ عليها حتى تحافظ على استقلاليتها السياسية. إذن لديها خيار الذهاب باتجاه الإعلان عن نفسها كقوة نووية كما حدث مع كوريا الشمالية، ولديها الخيار بأن تنفتح أكثر على المعسكر الصيني الروسي، ولكن هذا له كلفة بأن تفقد يعني قدر يعني استقلاليتها السياسية. لذلك هي تناور في الهامش المتوفر لها. لها خيارات، لديها خيارات تستطيع أن تذهب إليها، لكن لن تذهب إليها اليوم أو غدا. ستستنفذ كل الخيارات والمناورات والاستراتيجيات التي تتعاطى معها اليوم، ثم تذهب إذا شعرت أن التهديد بات وجوديا، لا خيار أمامها سوى الذهاب باتجاه الإعلان عن قنبلة نووية والذهاب باتجاه روسيا والصين، ستفعل ذلك. لكن لا زال أمام إيران يعني هامش واسع للمناورة، رغم أنها تتكبد خسائر فادحة، لكن هذه الخسائر لا تقارن لما يمكن أن يحدث في حال الصدام المباشر مع يعني كامل طاقة المعسكر الأمريكي. يعني هذا المعسكر ليس بسيطا، يعني نحن نتحدث عن إسرائيل وأمريكا ومعها قوة غربية، إلى جانب إمكانية تفعيل محور كامل وشراكات يعني وأصول تملكها أمريكا بالكامل في المنطقة. نعم، الشيء بالشيء يذكر روسيا. هناك نجاح. نعم. إيراني يعني رغم أن تتكبد خسائر ومستنزف، لكنها أيضا تستنزف الجانب الإسرائيلي. إسرائيل ما تريده هو إجبار أمريكا على يعني الذهاب بكامل طاقتها في مواجهة إيران، وأمريكا حتى اللحظة يبدو أنها غير معنية بذلك حتى اللحظة، لكنها
لا ندري، لعل أمريكا تغير رأيها وتبدأ بهذا الاتجاه، لكن هذا له كلفه لأنه سيدخل روسيا نعم، إلى المنطقة هي كانت بالتأكيد. أيضا يعني غير معنية أيضا بتوسيع الحرب إلى لبنان، ويعني بالتأكيد كانت هناك مشاركات كبيرة من سيدخل لاعبين جدد اللي هم الروس والصينيين، نعم، سيدخلون ولا هذا سيدخلون من سؤالي. نعم بوابة إيران يعني. نعم، نعم تفضل فيما هذا ما يخص تحاول الروس. تتجنبه أمريكا يعني. نعم، فيما يخص الروس وتحديدا دمشق يعني. نعم السؤال، نعم، كيف من الممكن، هل من الممكن أن تتدخل روسيا؟ فيما يتعلق بدمشق والدور الروسي في سوريا، اعتقد ان روسيا تحاول ان تحيد سوريا عن الموضوع لكن لا تستطيع ان تفعل ذلك. لذلك يعني لاحظنا ان هناك عمليات تحرش اسرائيليه بقاعده حميميه، القصف في محيطها، بعض المنشات القريبه منها او التي لها صله بحميمين، هي تريد ان توصل رسائل لروسيا بان ما فعلتموه من ما قدمتوه له لإيران والإنذار المبكر، يعني حتى إذا انطلقت طائرة من الF-35 مباشرة الروس يحذرون الإيرانيين من ذلك. أعتقد أن هذا يضايق إسرائيل، لكن هل يعني سيؤثر بالفعل على النفوذ الروسي وإسرائيل ستستهدف الروس؟ لا أعتقد ذلك، لن تذهب بهذا الاتجاه. هناك يعني قيود وتفاصيل دقيقة لا يستطيع أن يطلع عليها المشاهد يعني، لكن في الحقيقة هناك ما يقيد أمريكا. لو كانت هذه القيود غير موجودة لكانت الضربة شاملة وواسعة لإيران وأنهت كل هذه المسألة، لكن كما ذكرت لك إيران لاعب يعني شاطر، يعني إيران لم تدخل عالم السياسة اليوم، لها 40 سنة محاصرة تدير معركة طويلة ولن تتخلى يعني ولن تخسرها بسهوله. الشيء المقلق يعني اذا بدك احكي لك ما الذي يمكن ان يقلق الايرانيين او شركائهم، هو مستوى الاختراق الاستخباري الذي حققته اسرائيل. الى اي حد هذا يمثل تهديد وجودي لايران، وهو اخطر من استخدام القنبله النوويه واخطر بكثير من توجيه الضربات لايران عبر الF-35. إلى أي مدى هذا الاختراق يعتبر تهديدا وجوديا لإيران؟ هذا السؤال أنا بطرحه على نفسي أكثر مما أطرح على نفسي إلى أي حد تمثل الF-35 تهديدا لإيران أو الغارات القادمة أو المواجهة المقبلة. هذه تعتبر جولة من جولات القتال. ما هو التهديد الوجودي الحقيقي لإيران في المرحلة الحالية هو السؤال، وأعتقد أن الجانب الاستخباري هو الأخطر في الموضوع في المرحلة القائمة حسب ما أرى يعني. يعني ولا يوجد تهديد آخر، إذا تمكنت إيران من التعامل معه ستبقى المواجهة بهذا المستوى. يعني الكثير يصف هذه الحرب بأنها حرب وجودية اليوم لإسرائيل، هل تتوقع بأنها بالفعل حرب وجودية لتحقيق أهدافها في الشرق الأوسط وتحييد المقاومة، أم أنك تعتقد بأنه الموضوع يعتمد على الرئاسة الأمريكية الجديدة بعد أشهر من الآن؟ إسرائيل حولتها إلى حرب وجودية وهي أصبحت كذلك، يعني لم يعد بالإمكان العودة إلى الخلف. أي تقديم تنازلات أو تراجع إسرائيلي يعني أنها ستبدأ بالدمور والتلاشي كقوة يعني إقليمية، ولن يطول الزمن حتى تتلاشى فعلا، تتبخر وتنتهي، إما نتيجة ضربات متوالية أو نتيجة عدم إيمان مواطنيها بها اللي أنشأوها، ما راح يأمنوا فيها في حال أنها فشلت في هذا التحدي. هي من جعلت من هذا التحدي وجودي. حماس عندما هاجمت الكيان الإسرائيلي كان لديها أهداف محددة تتعلق بإبقاء القضية الفلسطينية على سلم أولويات العرب والمسلمين وعلى سلم أولويات المجتمع الدولي. لم تتوقع هذا الانهيار السريع للاحتلال الإسرائيلي، كانت تتوقع أن تستمر المعركة 2 أو 3 شهور وتنتهي، لكن إسرائيل هي اللي حولت هذه المعركة إلى معركة وجودية، وأثبتت بأنها أرادت أن تطبق كامل أجندة اليمين، وتورطت أكثر وأكثر في هذه الحرب من خلال توسيعتها باتجاه لبنان، وإذا اتجهت أيضا لتوسيعتها باتجاه إيران فعلا هذه الحرب يعني قد يكون لها تبعات ستغير وجه الشرق الأوسط، ولكن ليس بالضرورة لصالح إسرائيل وأمريكا، فاللاعبين كثر، والمشكلة أن هذه الحرب ستطول ويصعب يعني الاستدلال على أفقها يعني بسهولة، يعني الأفق يغيب يوما بعد الآخر، الأفق السياسي يغيب، والمشهد يتشكل بطريقة مختلفة بحيث يوميا يجب أن يعاد قراءته يعني.
وهذا أخطر ما فيه، غياب الأفق السياسي. بدأنا نشهد غيابا له، ماذا بعد هذه الحرب؟ ماذا ستقود؟ إلى أين ستقود هذه الحرب؟ أصبح هذا سؤال يعني يصعب الإجابة عليه، يعني نتتبع الأفق أين هو، أصبح بعيدا غير مرئي. نعم، يعني أريد أن أختم مع حضرتك بتعليق سريع على قطع الاتصال مع رئيس مجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين. الاختراق مستمر حتى هذه اللحظة، هل هذا سيؤثر اليوم على كل العمليات التي يقوم بها يعني أفراد ومقاتلين من حزب الله في الجنوب اللبناني على الحدود؟ يعني حتى اللحظة لا يبدو أن هذا قد أثر. هو غاب منذ يوم قطع الاتصال معه مساء الخميس، ومر يومان ولم يؤثر ذلك على الجبهة الجنوبية. يبدو أن حزب الله قد أعد نفسه بالفعل يعني لإدارة المعركة منفصلة تماما عن ما يحدث في الضاحية الجنوبية. ولكن الاختراق الأمني كما ذكرت لك خطير، وهل هو يمثل تهديد وجودي وسيؤثر؟ يعني حتى اللحظة لا يوجد إجابة عليه. لكن في المقابل المثير للإعجاب أن حزب الله أداؤه لا زال عالٍ، ويقدم أداء سياسي وعسكري عالي. يعني كل هذا أيضا يعني يبقي الحالة غامضة، ولا يمكن الإجابة على كل الأسئلة، يعني ما دمنا لازلنا نراقب المشهد وننتظر تفاعلاته. نعم، كل الشكر للمحلل السياسي والاستراتيجي السيد حازم معيد.